خلينا نشوف ردود الافعال، لان يعني انت تواجهتي كتير بنقد وناس ايدتك. احنا معانا من اسكندريه دلوقتي استاذ مصطفى، صباح الخير، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. متابعنا طبعا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وانا بس اول مره اشارك على فكره البرنامج، دايما انتوا تسمعوا الحكايه دي. اهلا وسهلا. لكن حاجه استفزتوني، انا كنت نازل وقعدت لكم مخصوص يعني. استفزناك حلو ولا وحش؟ يعني شكل الاستفزاز ايه؟ لان المفروض انه لو الاخت غلطت وعملت برنامج، عملت حاجه على الفيسبوك، فمهما كان اللي بيتابعوها عدد قليل قوي، انتوا النهارده بتلقوا الضوء بشكل كبير جدا وبرنامج بيتشاف. طيب استاذ مصطفى، حضرتك ليه شايف ان هي غلطت؟ طيب هو ده موجود على كل المواقع كمان. احنا مش بنتناقش دلوقتي في غلطت ولا ما غلطتش، احنا بنتناقش في حاجه مهمه، انه اذا كنتوا انتوا شايفين الموضوع ده قابل للنقاش فانتوا كبرتوه. لو كانت هي مش قابل للنقاش يا فندم، بس يا استاذ مصطفى كل حاجه قابله للنقاش. في كاتيجوري تاني خالص والناس تتكلم في حاجه تانية. يا استاذ مصطفى كل حاجه دلوقتي قابله للنقاش في المجتمع، مش حاجه دلوقتي مقفوله. احنا بقى بلوم على الاعلام في حته ان كل حاجه قابله للنقاش، بقت في حاجات بقت بتوصل مفهوم سلبي للناس، وبقينا بنعمل عليها هوت سبوت عالي جدا والناس تسمعها وتشوفها. نموذج موجود، نموذج. ده رايي الشخصي على فكره. بص يا استاذ مصطفى، دي حاله او دين او اي حاجه، دي حاله، دي حاله، وده نموذج موجود في المجتمع، مفيش مشكله ان احنا نعرضه، في نموذج وفي اثنين وفي ثلاثه وفي اعداد كبيره، ممكن ما يكونش شكل الاحتفال بالطريقه دي بشكل ثاني، بس ده نموذج احنا بنعرضه، هي مواطنه واحنا يعني من حقها ان هي تطلع وتتكلم. وخصوصا كمان اكمل على كلام ايمان او اضيف عليه، ان هو بالفعل الموضوع انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن شبكات التواصل الاجتماعي بقت تلعب دور الاعلام البديل، لانه بيبقى فيه يعني الظواهر بتنتشر ولازم الاعلام، احنا مجرد ان احنا بنرصد ايه اللي بيحصل. طيب